أهلا بك، ما الذي يحدث في دمشق؟ نعم، يعني أبدأ الآن من المجزرة المروعة والفظيعة التي حدثت اليوم صباحا في مدينة دارية منذ الصباح الباكر في الغوطة الغربية. طبعا اليوم كان هناك ارتفاع لحصيلة الشهداء في عموم ريف دمشق إلى حوالي 93 شهيدا إلى الآن، 79 شهيدا في دارية، عرف منهم حوالي 31 شهيدا. طبعا ارتفع عدد شهداء المجزرة في دارية واكتشاف مجزرة جديدة في بناء آخر، يعني 12 شهيدا وجدوا مكبرين أيدي. هذا يعني بعض الأسماء التي وردتنا إلى الآن: الشهيد أحمد صبعي الزعيم إعدام ميداني، والشهيد مصطفى سعدية، والشهيد بشار شحاده، والشهيد سعيد الحافي. هذه بعض الأسماء التي وصلتنا، وهناك يعني العشرات من الشهداء وبعض الخطة، كذلك من عائلة واحدة، يعني مريم جوجو وصلاح جوجو، كلهم من عائلة واحدة، وجدوا مكبرين الأرض ومكبرين أيدي ومعدومين إعدام ميداني. الأمر فظيع ما يحدث الآن في مدينة دارية، كذلك إضافة إلى حوالي 48 شهيدا بالقرب من جامع أبو سليمان. يعني أي توثيق إلى الآن حتى الآن. نحن نتوقع يعني الشهداء في زيادة إلى الآن من تلك المجازر المروعة التي تحصل الآن في مدينة دارية، كذلك في جارتها مع عضمية الشام. يعني عضمية الشام كان هناك إطلاق نار كثيف جدا من قبل عصابات الأسد في المدينة، وانتشر الصناقة في كل مكان واستهداف أي شيء يتحرك، وكانت هناك حالة من الهلع تصيب السكان، وقيام عصابات الأسد بسرقة ما تبقى من محلات تجارية. والأنباء يعني أتتنا الآن قبل خريد أنه تفيد بانسحاب عدد من الدبابات وعدد من عصابات الأسد من مدينة عضمية الشام. كذلك في معرة بيبرود في او التابع للقلمون، يعني كان هناك تحليق للطياره المروحي اليوم صباحا فوق البلده، وهناك ايضا قصف بالهاون على هذه البلده، اليس كذلك؟ نعم، كان هناك ايضا يعني بالاضافه الى ما ذكرت من تحليق للمروحيات، كان هناك ايضا عمليات قصف بالهاون، هل من حصيله؟ نعم، يعني في معرة يبرود، يعني إلى الآن يعني انتصرنا الحصيلة الدقيقة لعدد الشهداء في معرة يبرود. طبعا القصف المروحي الشديد على أشده الآن في منطقة معرة يبرود التابعة للخرمون، وقيام طائرات المج، يعني يقوم النظام بالقصف بطائرات المج المعدة للقصف الحقيقي، يعني قصف بعض الأماكن في البلدة وسقوط الصواريخ بين منطقة المعرة وقرية سليطة، هذه القرية كذلك التابعة يعني لمنطقة سلسلة القلمون. يعني إلى الآن العدد الدقيق للشهداء لن يكون بعد من كثرة القصف على هذه المنطقة التي يعني يبرود هي من بداية الثورة وهي تدق بالمدافع. الآن هذه المنطقة الصغيرة التابعة ليبرود وتتعرض لبرود إلى الآن تدق بكافة أنواع القذائف. صحيح، فقط لأذكر أنت ذكرت أن عدد القتلى حتى الآن بلغ 93، وبالتالي في درية كم عدد القتلى، وأيضا ماذا عن سقبة وكفر سوسة؟ طبعا اخي الكريم، تحدثنا ان في دارية وصل عدد الشهداء الى الان الى هذه اللحظه حوالي 79 شهيدا في منطقه دارية. يعني مجزره، يعني حتى تجمع عدد السكان في 36 شخصا في مجزره واحده، وكذلك 12 شهيدا اخرين في دارية في نفس القبو الاخر الذين وجدوا. على العموم يعني الى الان في دارية حوالي 79 شهيدا. كذلك في منطقه اخرى، يعني في عربين، الى الان سقوط قذائف الهواء تتهاوى في منطقه الشيخ عبد الله في منطقة عربين. كذلك في بلدة مسرابة اليوم صباحا كان هناك تحليق مروحي ذهابا وإيابا فوق سماء البلدة، وكذلك في بلدة مديرة، يعني وردنا قبل قليل أن إحدى القذائف الجيش الأسد يعني سقطت بين المباني السكنية في البلدة البارحة وخلفت حوالي 4 جرحى. في سقبة تحليق للطيار المروحي إلى الآن، وهناك عدة جرحى في منطقة سقبة. كذلك في يعني في مدينة يبرود التابعة للقلمون بالقرب من معرة يبرود، كانت هناك طائرات المج 23 والمراحيات تدق المدينة اليوم منذ الصباح الباكر. طيب، يعني نحن نتوقع هنا في الترسيخ زيادة عدد الشهداء لا قدر الله في هذه الأماكن. صحيح، بالإضافة إلى دارية المعلومة منذ الصباح الباكر والمجازر المروعة التي حدثت. صهيب القاسم مراسل شبكة شام الإخبارية، شكرا جزيلا لك.